معارج الأرواح ومقامات الأفراح في رحاب رمضان، برنامج افتراضي تفاعلي تزامن مع شهر التراث، قدم باقة غنية جاءت لتعزيز الفضاء الرقمي الثقافي. البرنامج كان حافل، كان متنوع، تعرض للتراث، للسينما، للمسرح، وكان هو أيضا يعني فرصة لرقمنة القطاع. المشروع أصلا كان متواجد، لكن الرقمنة يعني تسارعت بشكل كبير في ظل هذه الجائحة، وأنا سعيدة جدا خاصة بإطلاق الموقع الافتراضي للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة. عروض مسرحية، محاضرات، أيام دراسية وسهرات فنية رافقت الجمهور في بيته طيلة شهر رمضان لترسم معالم سهرات رمضانية غيبها الحجر المنزلي عن عشاق الفن والثقافة. يا بنت السلطان يا بنت السلطان بر الحزان، يا بنت السلطان ايوا يا بنت السلطان يا بنت السلطان بر الحزان. الفن والثقافة إذن كانا في الموعد هذا العام رغم الجائحة، ولسان حالهما إلزم بيتك لتسلم.